السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ترياق البحور وحياة بحارة يوم 19 وفيفا. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد من سلسلة ارك او الجمعة مع جندكم. نحب اول شيء نعتذر على التأخير اللي صار في تنزيل الفيديو هاي او عن الانقطاع اللي صار في القناة، احنا ما نزلنا. طبعا هاي يرجع سبب الامتحانات ونحنا انشغلنا بحياتنا الخاصة شوي، وان شاء الله بنعوضكم في الصيف عن هالاشياء اللي صارت وراح ننزل فيديوهات اكثر. وطبعا احنا كتبنا عن هالشيء في تويتر، فاذا تحبون تتابعون اخر اخبارنا او انتم تتواصلون معنا تابعونا على تويتر، بيكون موجود في الديسكريبشن تحت فتابعونا. وبالنسبه حق فيديو اليوم، طبعا اول شيء راح نسوي سيرج حق الحيوانات، لان في اخر فيديو انتم قلتوا لنا ان احنا نسوي، لانه بيكون اسرع واسهل لنا، فبنحاول نسويهم في هالفيديو. وشيء ثاني بنسويه بعد ان احنا راح نوسع البيت ونخليه شوي اكبر وارفع يمكن، عشان نكفي ان احنا نحط اغراضنا وما يكون ضيق، وعشان ترياق البحر ما تصفق راسها في السك كل مره تدخل. وشيء ثاني بعد، تلاحظون في تغيير في هالفيديو لان احنا زدنا نسبه الدروب ريت او الاشياء اللي نحصلها من الشارع. يعني قبل احنا لما كنا نكسر الشارع نحصل 9 خشبات، لكن هالمرة بتلاحظون ان احنا نحصل شيء 60. فاحنا غيرنا هالشيء مجرد عشان انه يعني تقدمنا في اللعبة يصير اسرع، لان لاحظنا بعد ان في بعض الناس كانوا يقولون لنا ان احنا تقدمنا شوي بطيء، فعشان بسرعة نقدر نطور روحنا ونتقدم في اللعبة زدنا سرعة الاشياء. فاذا عجبكم هالوضع قولوا لنا تحت في الكومنتات، واذا بعد ما عجبكم قولوا لنا بنرجع السيستم القبلي، او اذا عندكم اي اقتراحات ثانيه بعد حياكم قولوا لها لنا تحت في الكومنتات، وان شاء الله بنحاول نسوي الاشياء اللي تقولونها لنا. يلا نبدا، بدنا ننطلق. يلا هيا اطيحهم من فوق. هاي سوالف دري بطلوها. ايش فيك يعني وانا بموت؟ زين بنسوي صندوق بنحط فيه هايد ولا؟ اي بنسوي صناديق حق كل شيء. زين الصندوق الفوقي حاليا مستخدمينه في ايش احنا؟ حاطين فيه الاشياء الجاهزة. اظن سوي مخزن يعني. اي اللي فوق مخزن. عندنا ايش كثر ناركو بيري؟ بنحتاج عقب عشان نسوي ال ناركو هذا. قلت عنه. حتى في واحد من المتابعين كتب ان بيض الدودو ينفع حق الطير. اي مبلا قال حق الشيء مال الطير، الشيء هاي اللي انا ابغى اعرفه هو. صح ترى بعد لازم نسوي تيم حق اللي يطيرون عشان نبدا نطير ونشوف اماكن ابعد. جبال. نعم عشان نطف المستنقع اللي مسبب لنا ازمه. زين انا باخذ ياي ترايك وبروح اصيد حيوانات. اوكي عشان تجمعين هايد. اي اذا شو الاشياء الثانيه اللي نحتاجها عشان نبني نسوي السادل؟ احنا الحين بنسوي سادل حق اي حيوان حق اي ديناصور كل نبدا نقدر نسوي لهم. الترايك نقدر نسوي له ترى، خلنا نسوي حق الترايك. اي خلنا نسوي دامنا الحين دامنا نقدر نسوي خلنا نسوي له. زين نحتاج 140 هايد و80 فايبر و25 وود. حتى حق كيلر خلنا نسوي له. كلر لحم ما تعلمت شلون اسوي له. شو اسمه هو في الصج كارنو. ما اقدر اتعلم الهاي السرج ماله تونا، ما ادري ما مو طالع لي. ترياق لا تاخذين الترايك. ليش يشير في الشير؟ بس يشير في الشير وما يركض بسرعه. هو زين بس يعني تذبحين فيه سلاحف فقط. ما عليه يسوي شغل، اذا ما خلصت اخذ من العيال. عن هاي صديقي ممكن هاي باراسورس دو. باراسور عن كايلا دو الزرافة دو. خلاص ليش ما تركبين عليه وتروحين؟ ما عندنا سدل خطية. لا تقدر تسوي مال ترايك بس احنا مو تعلمنا غزي. احنا ما يجمع لهايد حقه، احنا رايحين يجمع لهايد. اي كم هايد نحتاج؟ 140 ما ادري 140 كنا هني عندي. اوه لقيت بيضة حمل تاخذها. ليش؟ بيضة شنو عند بيتنا؟ ايه تراي خلاص خذها. ايه
زين اذا خليناها يمكن يطلع لنا سايكل صغير. لازم نحطها في عشهم. ما عندهم عش. بلى عشان نطلع الياهل اللي فيها في شي مثل عش نحطه وبعدين نحط فيه البيض. يعني احنا لازم نسوي العش. احنا نسوي ايه لازم نتعلم شلون نسويه ونسويه. كافي طيب. عارفين شو اسمه؟ عجيب حصلت 350 اعرف شو اسمه لا فيفا ما اعرف لازم ادور ما اذكر اسمه يعني شفته بس ما اذكر اسمه ترياق نضرب الطير اي هذه اللي قاعد قدامك بس صبري ها خلينا نضرب مع بعض نفس يلا يلا واحد اثنين ما قدرت اضرب يوم قلتي اثنين ما ضربت لا اسفه زين خلنا في طير ثاني هني لما تقولين ثلاثة بعدين سوى لعوزنا ذي سوى زلزال الله يهداه خلاص يا اخي روح بعيد كيو ام جي نقدر نسوي الاسهم اللي فيها ناركوتيك تقدرون شلون وين تحت جانستون اي قول تحت جانستون ارو عادي وهاي ناركوتيك بس في وين نسوي يعني عندنا في الانفنتوري اعتقد قهوة ترياق ها وين هذي وبهاي هو ما ادري هذي ولا اللي قاعد يطير من ساعة مات بس لبلاب يا ما كنا قاعد نضربه بلاش ترى صار عندنا اكثر من 152 هاي بس احنا بنسوي اكثر من ساعة واحد ايه نبي وايد والبيض لازم نشوف شيء نسوي فيهم ما اعرف شلون حتى نطبخها اذا بنطبخها سوينا كوكينج بوت بس يوزلس اذا حد من المتابعين يعرف يا ريت يفيدنا في فانتش كاتسب قاعد مع خشب حق الهاي الرام تان كيف عرفت يبين ترى أسوي. خل نسوي الأسهم بسم نبي نسوي لارج ستورج بوكس بنحطهم فوق احذى الهاي احذى الصندوق شي كأنهم مرفوف بنسويهم كأن مكتبة زي عطيني الشي الخربان تبيها صالحة خصتي يبي لها كايتن الكايتن في السمثي حسن أشكرك يا عزيزتي أمر الهجوم الهجوم الغداء خجاجة أنا سويت الأسهم لا تسوين أسفة زين سوي أنت الأسهم كاي خطت يا إلهي عندي 174 إنجرام بوينت كيو أم جي شقلت اسمه ذي كلار زين ما قدرت أتعلمه قدرت أتعلم الرابتور هاي أقدر أسوي له سرد من هاو الزرافة؟ ولا العود؟ هذا صغير البرسر عليه رابط عليه الدرع ده واحد ثاني ما عليه زين نسوي زين بسوي شي بلبس الترايك بعدين خلص لبسته يا سلام ترياك جرين تسوين حق ال شو اسمه هاي؟ فمال لا انكايلو انكايلو لا ما اقدر اسوي له عجيب بطيء بس بعد عجيب ليش تخرب علي لحظة الولانسر مالتي بس في فايدة منه نقدر يعني هو ما ادري يجمع اكثر ولا يكسر اكثر في شي واحد هو افضل شي فيه الدودة ما في هاي بوسم ما في بيموتون شو نركب عليهم زين الحين بلبس الباراسور لبسته مسكين مشير بين الزرافة وهاي الكائنات اللي على الأرض الحين بلبس الترايك خلصنا من الترايك والباراسور الحين باقي الكائنات الباقي بس الحين ما أقدر أسوي لهم ما تعلمت كلر ما تعلمتي له لا
بتشوف الحين شلون اقدر اتعلم. تعال يا فيفا وين؟ فيفا انت وين؟ انا في الحديقة. بسرعة تعال. ما عندنا حديقة. حوش البيت زين. على فوق. حوش. تعال بسرعة. سويته فوق الشباب تاو. بسرعة تعال. خلينا نقطك. شوف شوف شو يسوي. بعدين يطيح من فوق تحت ويموت. عبالي كهف طلع ديناصور. anyway. سبون ليش ناديتوني فوق؟ شوف الحين في خزانة زيادة. ليش حطيتوها؟ عشان المساحة. عشان المساحة. بس ما في وايد ناس يحطونها بهالطريقة اللي تخرع كأنهم سيرفرات كمبيوتر. كأنهم مكتبة. اي. بس مكتبة ما حد يقدر يدش فيها. زين احنا بنحط بعد واحد زيادة عشان نحط فيه الخشب. فأي صوب نحطه؟ هني نكمل؟ ولا نبدأ واحد ثاني؟ حطي بعد واحد. قدامهم بخلي المكان كأنه يعني اللي صار ان احنا نركب في المكان بصير ان هالجهة تخيلوا ان يمه بيكون كبتات ثانيين بس من بينهم مساحة شخص يدخل. ايه يعني هني على هاي الطوفة. ايوه فعقب بتصير كأنها صج مكتبة ان احنا اني ندخل بينهم ونختار الكبت اللي نبي ونطلع وهالمساحة بتكون فاضية اللي أنا أركض فيها عشان الممر إن إحنا نشوف بين الممرات وين الكبتات. حسنا يعني أنا الحين أحط هني قدام ولا أبدأ واحد جديد؟ لا حطي واحد قدامه. إيه. وزقي ولا إيش رأيك؟ إيه صح. الحين بنيتوا لهم سروج كلهم؟ مو بكلهم بس اللي قدرنا عليهم. أوكي. شنو جمع كلمة سرج؟ ما اعتقد سروج. اذا حد يعرف يفيدنا لو سمحت. ايوه حلو تمام سيرج. يلا الحين اي شيء عندكم حطوه هني وفضوا الصناديق اللي تحت والصناديق اللي في البيت عشان نكسرها. لا عشان بس يعني الحصى حطوا مكانه. اي الحصى مكانه هاي مكانه شي يعني عشان نعرف. وكل اللحم اللي في الثلاجة استوى مطبوخ فهد يحط لحم ني. يصير نسمي الصناديق؟ بلا رينيم يصير رينيم. وزي نسميهم على أشياءهم اللي فيهم. سويت السعد الحق الأنكايلو. شيء جميل. من وين يبتي المتر؟ لقيت ناصة عندنا معدن في الهاي بس ما سوينا إنجوت. حب لفسه السرج. كان بس صديقك. سلام. من شلون تذكرون حم جملة واحدة مفيدة. لأن الثلاجة ترى طفات. في سبارك بودر في شيء الهوان اللي برا. والله خلصوا الهوان سويته ما أدري كم راف بس أنجزته. ثمانية. زين. ناتشل فايبر ورا قدام بعض كله والفلانت قدامهم حطه قدامهم بعدين اخر شيء الفحم. نروح نصيد حيوان نصيد اللي يطير عشان ايه لازم كلنا. فيفا ممكن نستأذن منك وناخذك شوي؟ لماذا؟ عندك قوس؟ نعم عندك؟ اها يلا نبيك نبي نصيد اللي يطير الطير. غالبا عندي بون. زين زين انا عندي حتى انت اربع نبينا احنا الاربعة. زين انا عندي اربع اسهم. عندي اسهم بس اسهم عادية. ايوه كاحين بسوي لك اسهم مو عادية. تبين اعطيك اياهم تحولينهم الى اسهم سمين. زين وين صندوق الود؟ في الرف الاول السيد الاول اخر واحد يعني اول يعني اللي برا. عنده طوفة. لا مو عند الطوفة الثاني اللي برا. خديهم؟ اي هاي هاي شنو هاي هاي المسممين. اوكي شلون اصلا اسوي ناركوتك؟ لازم اتعلمه؟ ايه يا اخي مستوى الحشيش في اللعبة وايد عالي. حشيش اوكي.
سويت ليفل اب. عجيب ضربة واحدة تجمع أكثر من شيء وأنا على التراي. في كائنات غريبة، شيء صغير يمشي. في كائنات جديدة، هاي خطر ولا عادي؟ شنو اسمه؟ ما أدري. طقيته مسكين بيشرد. كنت قاعد أوزع اللحم. وينهم أسهمي؟ كهواني. أوكي. يلا تعال. شنو؟ شلون اسوي لهم اكواب؟ تمسك القوس بس هو بروحه. الرياكتر الديناصور قاعد يدوس عليك. ها؟ من فيكم يشوف هالناس ما تشوفها؟ تشوفين حياتك تشوفينها فوق الديناصور؟ الرياق لا كنت حتى معلقه. عندي انا قاعده فوقه ترى. احنا عندنا انت قاعده متعلقه في ريل الديناصور. اهانه. اكا في طير قدامنا. في هاي اللي يطير. اكرا هني تعالوا هني في واحد. بس ترى هاي قوة تحملهم مو بكبيرة. يلا. استعداد. واحد. اثنين. جو. اكا. او اي. بس ما. Unconscious. لا. ليش لازم بس بأسهم، لازم أسهم عادية أعتقد. ضربنا مساعة بأسهم عادية وبعد موت. ندور واحد ثاني وممكن بس اثنين منا يضربون نجرب. هاي بتطلع لنا حية بتهجم عليك. ياتكم. إيه كاي. ياتكم. أوكي لازم أشرد. ما لي خص فيه. يايين في فأركة. كيف اخذت عضك انت الضحيه واحنا بنهاجم؟ لا شكرا. تبي اخذ عضك الضحيه؟ طرت له ماتت انجلهم ضربه واحده. اي واو عجيب هالسهم. انا العجيب صح. إيه. ذبحتها ما طلع لي الدفتر. انتو كل مرة واحد كل مرة احد فيكم ذبحها كان يطلع له. ايه شمعنا انا شمعنا انا شو قاعد تاكلها حتى عقب ما ماتت. ايه يا الهي عنف. اضربوها بحصة، جربوا بحصة. قاعد تهجم عليكم. لا رايحة هناك. لا اضربها بحصة. بحصة حصة سهم. ما صدت هالحصة. وين قاعد تروح؟ لاني انا ضربتها بحصى فما ادري شنها تشرد. يمكن بس مو بسبب في ضفدع داخل. اسفه ضربتك فيفا. ما حسيت. غريبه هالحيه لانها تشرد. اوف لفيت علي. وينها لها تلحقني؟ قاعد تلحقني انا. شوف طلعتها برا الغابة. انا ما اشوفها. شوف قاعد ترجع حق حد فيكم اعتقد. ترجع لي انا 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 فيفا. انا بعد طايحة ترى. انتي وين طحتي؟ طحتي قاعد تهجم على الهوي. اوه انا عندها قاعد اشوفه يركض. تهجم على منو؟ الديناصور. ياتني انا عندي. اح بموت.